صباح الخير. بفقرة لقمة خفيفة لليوم رح نعمل المعكرونة بالطريقة الهندية، كمان رح نقدم ساندويش القارب للأطفال. أنا اسمي صايل، أنا عمري 6. أنا باخذ معاي على المدرسة أكل هوت دوغ وساندويش. أنا بحب ساندويش اللبنة. أنا بحب أكل معكرونة مع صوص حمرا. أنا بحب أكل فواكه التفاح. أنا أكل من الخضرة جزر. بتطبخ منسف، تحط جميد في صحن وتحط عليه لبن، بتضلها تخلط عشان ما يخرب. بعدين بنحط اللحمة في الفرن، بعدين بنحط اللحمة على اللبن والجميد، بعدين بناكله. أكل مفيد، أكل صحي والجسم زي المنسف. بحلقتنا لليوم رح نعمل معكرونة بالطريقة الهندية، رح يكون فيها صوص بندورة وبهارات هندية، ومعنا الطفل صايل. كيفك صايل؟ منيح؟ شو أخبارك؟ أنت قلت لي بتحب المعكرونة بالصوص الحمرة صح؟ بدك تساعدني اليوم؟ عشان نعمل معكرونة بالطريقة الهندية رح نحتاج ل 250 جرام معكرونة مسلوقة، وعندنا كوب من البندورة المقطعة، كوب من البازيلا والجزر المسلوق، حبة فلفل أحمر مقطعة قطعة صغيرة، ربع كوب من الكريمة اللايت، معلقة كبيرة زيت زيتون أو زيت ذرة، معلقة كبيرة من رب البندورة، 2 سن ثوم وبصلة مفرومة، ملح وفلفل، كمون وفلفل أحمر، ممكن نقيه الحار أو المش كتير حار حسب الطفل، وكمان بهار اللي هي بنسميه جرام مسالة. هدول هي المكونات، وهلا رح نبدأ نحضر الصلصة للمعكرونة. هلا أول إشي رح نعمله أنا وصايل، بدنا نقلب البصلة ونحط عليها تومي، بعدين نحط الكوب البندورة المقطعة نقلبها معها، وكمان الفلفل الأحمر الحلو، بس يستوي كتير مظبوط رح نخلطهم بالخلاط، وأكيد نحط عليهم البهارات. تمام صايل؟ جاهز؟ يلا ساعدني، أنا رح أعطيك تحطي لي الأغراض بالطنجرة. تمام؟ طيب هلا رح احط شوية مي قبل ما اخلطها لانها شوي جامدة، ممكن احط شوية مي مغلية. وهلا بدي اهرسها بالخلاط. هلا هيك جهزنا الصلصة، رح أرجعها على الطنجرة أحط عليها شوية كريمة والبازيلا والجزر وكمان المعكرونة، ونحركها كتير مظبوط على النار، أبو دقيقة دقيقتين عشان نقدمها.
تمام صاير؟ يلا تساعدني، بدك تحرك صح؟ يلا حط شوية كريمة اللايت. آخر إشي نحط المعكرونة. بهيك بتكون معكرونة الهندي جاهزة. هلا صايل بده يدوق يقولنا كيف طعمها. شو رأيك صايل؟ دوق. انت بتحب المعكرونة بصوص الحمرة صح؟ يلا تفضل. ايش؟ زاكية حبيتها؟ اوكي صحتين. وهلا بدنا نشوف طريقة لتقديم الساندويشات للأطفال اللي هي ساندويش القارب. عشان نعمل ساندويش القارب للأطفال بنحتاج المكونات التالية: خبز توست، لبنة، خيار، بندورة كرزية، شرائح زيتون أسود، شرائح من الجبنة، فليفلة حلوة. أول إشي رح نعمله بدنا نقطع خبز التوست لمثلثين، بعدين بنقطع إحدى المثلثات لنصفين عشان تشكل شكل الشراع. أما الجزء الثاني فرح يكون جسم القارب، فرح نقطع الجزء السفلي منه عشان يشكل القارب. منحط قطعة من الخيار في النص فوق القارب، ومنرتب خبز التوست عشان يكون شكل الشراع على جانبين قطعة الخيار. بعدها رح نقطع الجبنة نفس شكل القارب ومنحطها فوق شريحة الخبز التوست، وفوق الجبنة منحط شرائح من الزيتون، ومندهن الشراع باللبنة، ومنحط حبة البندورة الكرزية فوق الشراع ومنرشها بشوية زعتر، ومنحط الفليفل المقطعة عشان تكون شكل الطيور، ومنرتب البندورة المفرومة أسفل القارب. وهيك بكون ساندويش القارب جاهز للتقديم. كتير بيجينا استفسارات من الأمهات عن موضوع إنه الطفل في مشكلة إذا عم بيشرب الحليب وهو نايم، يعني كتير في أطفال بعمر السنة بكونوا لسه عم بياخدوا الحليب بالرضاعة وبيشربوها قبل النوم وبتضلها كمان موجودة بتمهم هم نايمين. طبعاً هاي بتسبب مشاكل كتير، من أهمها تسوس الأسنان، لأنه الحليب فيه نسبة سكر اللي هو سكر اللاكتوز، وإذا ضل الحليب موجود في التم هذا رح يعمل لنا تسوس أسنان. فالحل بكون إنه إحنا لازم ندخل الكوب للأطفال من عمر تقريباً 6 أشهر ل 7 أشهر، في كوب خصوصي بيقدر يشرب فيه الحليب عشان يشرب الحليب وما يشربه وهو نايم، لأنه رح يسوي مشاكل كتير خاصة صحية وكمان مشكلة على الأسنان. بفقرة اليوم قدمنا عدة وصفات، عملنا المعكرونة بالطريقة الهندية وقدمنا ساندويش القارب، وأكيد منلاقيكم بأفكار جديدة ووصفات صحية بفقرة لقمة خفيفة.